عن الدايجنوزس والانترفنشن في الرينو فاسكولار هايبرتنشن. هنتكلم مينلي عن الرينال ارتري ستينوزس هو ذا مين كوز اوف رينو فاسكولار هايبرتنشن او هايبرتنشن اللي بتو رينو فاسكولار رينال فاسكولار. رينال ارتري ستينوزس از ا ويل نون كوز اوف هايبرتنشن ذات كاونتس فور اباوت 1 تو 5% اوف اول هايبرتنشن ان ذا جنرال بوبوليشن. Diagnosis of renal hypertension can based mainly upon the intra-arterial that can involve the standard. So, زي ما الدكتور طارق قال ده دلوقتي خلاص بقى الكلام ده بقى في but still ده بقول بستاندرد فور دايجنوز. خلاص بالنسبه للانترارتيريال رينال انجيوجرافي از انفيزيف ميثود وفي ريسك اوف ميني كومبليكيشنز لان زي ما احنا قلنا الدكتور طارق قال بندخل نستخدم سنتيرجن تكنيك وندخل الصرف الفمرا فدي كان ليها ميني كومبليكيشن. فاحنا دلوقتي بدانا نستخدم النون انفيزيف ميثود اللي احنا بدانا نعمل لها اوبتمايزيشن وبدانا نتحسن الصور بدانا نشوف دلوقتي الصور السي تي انجيوجرافي والام ار انجيوجرافي كومبارابل او يمكن اوف ذا سيم از انترابيال ديجيتال سبتراكشن انجيوجرافي. ودي بتدينا ديتيل انفورميشن اباوت المورفولوجي والايمجز بتاعت الرينال فاسكوليشن. دلوقتي انا راجل كلينيشن وعندي عيان كلينيكالي اي سسبكت ذات رينال ارتري ستينوزس او رينال او عندي عيان هايبرتنشن وعايز اكسكلود الرينال ان ده مش رينال ارتري ستينوزس او انا عندي هاي سجس في كرايتيريا فيه انا محتار ان ده رينال ارتري ستينوزس ولا مش رينال ارتري ستينوزس. ايه اللي انا اعمله او ايه اللي انا اطلبه للعيان؟ يعني انا خلاص انا راجل في عياده دلوقتي او في اوت بيشنت في المستشفى بتاعتي وعندي عيان انا شاكك ده رينال ارتري ستينوزس شاكك فيه اطلب له ايه او ايه الحاجه اللي انا المفروض اعملها له الاول؟ دي الليست اوف ريكويست. يعني انا دلوقتي عندي دي ليست اوف راديولوجي. طبعا كان زمان في حاجه اوف سليب بتتكتب في كتب زمان كان بيقول لك رابت سيكونس اي في بي. طبعا الكلام ما عادش بيتقال. حاجات بتحقن العيان اي في بي وتشوف الكليه دي من ديليد عن دي. طبعا الكلام ده ما عادش بيتقال خلاص لحتى لا عد اكاديميك ولا عد بوينت اوف فيو. دي دلوقتي لسه اللي انا عندي دلوقتي دي المودالتيز اللي عندي. عندي الدبره عندي السي تي انجيوجرافي اللي هو المالتي انفيزيف سي تي عندي الام ار انجيوجرافي وده جادولينيا من انس الام ار اي. الام ار اي اللي انا بستخدمه عشان اشخص الاستيوز لازم استخدم جادولينيا. وعندنا الديجيتال سبتراكشن انجيوجرافي ده اللي احنا قلنا خلاص ما عادش بنستخدم بقى بس بيتحط ستيل جولد ستاندرد. عيان انا كويري عيان هعمل له انترفنشن بعمل له فيها ديجيتال سبتراكشن انجيوجرافي ده فور اناتوميكال دايجنوز. بعد كده حاجه فانكشنال دايجنوز اللي هو الكابتبريل رينوجرافي. الفانكشنال دايجنوز ده اللي هو بيقدر اقول بالستينوزس اللي موجود عند العيان ده لو عيان شخصته عنده ستينوزس اقول ده عامل هيموداينامك افكت ولا لا ده عن طريق الكابتبريل رينوجرافي. فاول حاجه لو انا دلوقتي دكتور في عياده وعندي عيان عايز اشوف ده رينال ارتري ستينوزس ولا لا بعمل له سكريننج تيست اللي هي بالدوبلر التراساوند. ده الدوبلر او اللي بيشتغل الدوبلر يكون عنده اكسبيرينس في الدوبلر التراساوند بتاع بالذات الرينال فيزز. لان الرينال فيزز من الحاجات الرخمه خصوصا عيانين الرينال اللي هم بتبقى كدنه صغيره شويه لا ما اعرفش ايه بيبقى الحاجات المشكله خصوصا برضو ان هو العيان بيحتاج يحبس نفسه فتره طويله فده من الحاجات اللي محتاجه سم اكسبيرينس. بص في الترا ساوند ماست بي كونفيرمد باي اذر من هذا خلاص السكريننج تيست. لو طلع نيجاتيف في الغالب العيان ما بيبقاش عنده رينال ارتري ستينوزس. لو طلع نيجاتيف الدوبلر خلاص في الغالب ده انا بقدر اقول بنسبه كبيره ان العيان ده مش رينال ارتري ستينوزس. لو طلع بوزيتيف ده ستيل في بيرسنت ان هو ممكن يكون رينال ارتري ستينوزس اور ان هو يكون فولس بوزيتيف ريزلتس. طب انا عايز اكونفيرم العيان ده عنده رينال ارتري ستينوزس ولا لا ان انا بحتاج اعمل بعد كده اللي هو كروس سكشنال انجي ان انا اعمل سي تي انجيوجرافي او ام ار انجيوجرافي او زي ما كان بيتقال زمان ان انا اعمل ديجيتال سبتراكشن انجيوجرافي وده احنا قلنا ما عندناش بنحتاجه بعد الايرا بتاعت السي تي والام ار. وانا بشتغل في الدوبلر لازم اعمل ابص على الابر والميدل واللور زي ما الدكتور طارق وراني في حالات فيها دبل رينال ارتريز يعني ممكن يكون الارتري فيه هو اللي فيه ستينوزس يعني ممكن يكون الاكسسوري فيه ستينوزس فانا عملت جزء من الكدني عملت الابر عملت مثلا ميدل زون ما لقيت نورمال ما اقولش خلاص انا عندي نورمال ممكن يكون ده اكسسوري ميدل الابر ميدل اللور ميدل اي حته ثانيه هو اللي فيه ستينوزس هو اللي عامل المشكله فانا لازم ابص على الابر والميدل واللور زونز بتاعت الكدني. ولو الانترا رينال ارتريز انا عندي جزئين في الكدني بشوف الانترا رينال بارامترز بتاعت الكدني لو لقيتها نورمال دي اللي انا بستارت بيها لو لقيتها نورمال ببص على المين رينال ارتري. يعني الاستينوزس ممكن يكون على مستوى الرينال ارتري مش عامل افكت جوه الكدني او ان هو يكون عامل افكت ايه
النورمال كرايتيريا بتاعت الدوبلر اللي لازم الاقي فيه رابيد كولستروك للرايز للويفز وفي كونتينوس لو ريزيستيف فلو ديورنج ذا ستروك كونتينوس ديورنج ذا كاردياك سايكل. ده الانترارينال ده البارامتر بتاعت القلب دوبلر كرايتيريا اللي هو الاب ستروك بتاع الرابيد اب ستروك بتاع السيستوليك ويف والكونتينوس فلو ديورنج اللو ريزيستيف فلو ديورنج الدايستوليك. الحاجات اللي انا بهمها او البارامترز اللي انا بعتمد عليها او انا اقول امتى العيان ده لما يجي تقرير دوبلر ايه الحاجات اللي انا بقول في الناس طبعا بتعتمد مني او الناس اللي عارفاها كلها اللي هو الريزستيف اندكس. فالريزستيف اندكس دي مش من الحاجات اللي احنا بنعتمد عليها مني في تشخيص الرينال ارتري ستونوس. احنا بيعملنا ده منظر النورمال ويف اللي هو الرابيد اب ستروك وبعد كده الكونتينوس او السلو فلو الكونتينوس فلو دورنج الدايستول. بيهمني حاجتين الاكسلريشن تايم بتاعت الويفز وبعد كده عندي حاجه اسمها الاكسلريشن اندكس ده بيقيس النسبه بين الاكسلريشن فيلوسيتي بتاعت الويف والبيك سيستوليك فيلوسيتي. في الرينال ارتري ستنوزس بيحصل عندنا الويف بدل ما كده الرابيد اب ستروك والبتاع بيبقى عندنا حاجه اسمها الدامبد ويف ده اللي هو المنظر الدامبد ويف او بنسميها البارباس البارسا ستاردس او البارسس بارس. بيبقى عندنا الاكسلريشن تايم بيزيد في حالات هنا الارتري ستنوزس بتلاقي الاكسلريشن تايم بيبقى اكتر من 5% سكند وبنلاقي عندنا الاكسلريشن اندكس بيقل بيبقى اقل من 3 ملي بير سكوير سكند وبالدلتا ار اي بتبقى اكتر من 5% بين النورمال وبين الابنورمال والنورمال كده. لكن الحاجتين دول هم المهمين الاكسلريشن تايم والاكسلريشن اندكس دول مهمه في الانترارينال ارتس ده الانترارينال بارامترز جوه ده المنظر برضو اللي هو البامب الدامبد ويف ان انا برضو بلاقي مفيش اب ستروك اللي هو الرابيد اب ستروك مش موجود وفي هاي ريزيستنت هاي ريزيستنج فلو او هاي ريزيستنت فلو في الدايستول ده اللي بنسميها الدامبد ويف ابييرنس. لو انا لقيت معلش ممكن يبان مع كرونيك كيدني ديزيز يعني لو انا بيشن مثلا جت بتاع بقول انه طول الوقت يعمل ايه هايبر تنسيف سيفير 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 انا قلت لو انا لقيت الانتر رينال بارامترز نورمال هبص على المين رينال ارتر المين رينال ارتر هلاقي البيك سيستوليك فيلوسيتي بتاعنا هي المفروض نورمال من 100 150 انا في الرينال ارتر ستنوزس فوق ال 180 ببدا اقلق ان هو في رينال ارتر ستنوزس في تربلنت فلو اللي هو بيسموه البوست ستنوتيك تربلنس ان انا بلاقي فيه النورمال كارت فلو او ايفن لو الستنوزس سيفير اللي هو بيقول توصل 90 و100% ما لاقيش فلو خالص جوه السيفير ستنوزس. فده المنظر هنا اللي هو التربل اند فلو ان انا بلاقي فلو هنا هوموجينس اللي هو ده الفين طبعا الازرق ده الارتري بوست ستنوتيك تربل اند فلو ان انا بلاقي في كلر الهوموجينس ان انا ده اللي هو الهاي بريست فلو في البوست تربل اند فلو اللي هو التربل اند فلو قلنا ايه في لو السيفير سنوز بتبقى الاوكلوجن واحنا قلنا هنا بيك ستوريك فيلوستي احنا قلنا بنقول اكتر من 180 هنا لو لاحظنا البيك ستوريك فيلوستي هنا وصل لحد 400 ودي الهاي بيك ستوريك فيلو دي برضه من حاجات الدايجنوستيك كرايتيريا فور ستنوزس في المين رينال ارتري. يبقى احنا عندنا نقسم مهمين انتر رينال بارامتر والمين رينال ارتري بارامتر. طيب خلاص انا عندي دلوقتي عيان عملت له سكريننج والعيان جالي الدكتور قال لي ده هايلي سجستيف السكريننج بتاع الدوبلر ده هايلي سجستيف ان هو رينا ارتر ستونز اعمل ايه بعد كده؟ اعمل سي تي ولا اعمل ام ار؟ خلاص عليك هو زي ما الدكتور طارق قال كده انا لو انا عندي العيان اللي هو مش طفل صغير فعلا لو عيان طفل صغير وانا شاكك خلاص انا بنشيل سكه الام ار تظبطها يعني بس العيان انا عندي الريسك ده هدي له اي دي هيدروليتو كونتراست وده هدي له جدوليه
بقى لها عيان، لو العيان ده عندي النورمال رينال فانكشن، الرينال فانكشن بتاعته كويسه وكل البارامترز متساويه، انا بعمل السي تي المالتي ديتكتور سي تي از بيتر ايمج. اولا العيان خمس دقايق بتعمل له الفحص، ما انتش محتاج في نفس واحد. العيان الثاني بتاع الام ار عايز لونج ستادي، عايز لونج تايم، يعني النفس بيبوظ الفحص وبتاع، فاتس بيتر بالنسبه لي ان انا اعمل السي تي احسن. لكن لو العيان عنده رينال فانكشن بدات تعلى شويه، طبعا احنا قلنا جي اف ار اقل من 30 مللي ده الافضل ان انا اعمله سي تي واعمله دياليسيس بعدين، لان الموشن بتاع الايودين بيبقى اسهل بالدياليسيس من الجادرين، بخاف من الريسك بتاع النيفروجينيك سيستم فايزر. طب هو اي نوع من الجادرين؟ لا احنا اللي هم لوكال، ما احنا لسه هنقولها بعد كده. لا الحبيب نوت جادرينيا، انا بتكلم على جادرينيا. جادرينيا في انواع ما هياش بالظبط اللي هو في السوق اسمه في محاضرة اتقلق في فصل الفوتاسي عشان بس ما ناخدش الابروتش في الوقت. اوكي يعني نوت اول جادرينيا بس ستيل برضه الناس. وبعدين المشكلة ان هي حرب شركات في الاخر. اوكي مشكلة يعني ان هي برضه حرب شركات، لكن في انواع ستيل السيفت بتاعتها، بس انت بتخاف لان الفشل سيستم الفايبروس من حاجات الفشل بالظبط. فوتش احسن الكومباريتيف يعني الكومباريتيف ستادي قالت ان السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي في السي تي والام ار از ذا سيم فور رينال ارتري ستينوسس. طيب الام ار ده نون انفيزيف زي ما احنا قلنا، وان هو بيقدر يشوف الرينال فاسكولار اناتومي، ما بنلحقش ايودين. يعني احنا بنفضله لو العيان لو عنده سنسيتيفيتي للايودين او عيان مش هقدر اعرضه للراديشن، جات لي واحده حامل مثلا. وطبعا برضه الجادرينيوم السيفتي بتاعته في الحوامل، في ناس تقول لك ادي وفي، بس الجايد لاينز دلوقتي بتقول لك مفيش مشكله ان انت ممكن تدي بعد الثلاث شهور الاولانيين. طيب الليميتيشن بتاع الام ار طبعا العيان لو مركب كليبس، مركب بيس ميكر او عنده اي حاجه ميتاليك مش هعرف اعمل له ام ار. السي دي احنا بنقول مشكله السي دي ان احنا بنحقن انترافينس انودين، احنا بنحتاج دوز عاليه منه كمان، فاحنا محتاجين الفانكشن كويسه. بس السي دي بيدي لك سورس الوت اوف سورس ايمجز بتديني اقدر اعمل سي دي واقدر اوبتين الايمج كواليتي فيري هاي ايمج كواليتي احسن من ام ار كمان. وده بيصور ان انا ان عيب السي تي زي ما احنا قلنا ان احنا الانمايزنج راديشن، لو عندي مشكله ان هو يتعرض للراديشن او عنده الرجي او اي مشكله ان هو ياخد الايودين ما بقدرش اعمل سي تي. بطء الايمج بتاع السي تي از كان عيان كان جاي ده كان جاي فور دونيشن فور رينال ترانسبلانت. لا الانسيدنتال ديسكفرد في هنا نارونج في الرينال ارتري في المين رينال ارتري، ده كان دبل رينال ارتريز، ده هنا اكسسوري ده سبلاي باللور بول. حتى ان احنا نلاحظ في هايبوبرفيوجن في الابر بول بتاع الكدني عن اللور بول بتاع الكدني. نلاحظ هنا برضه في دبل رينال ارتري والمين رينال، ده الاكسسوري اللي مد اللور بول اللي هي النورمالي برفيوز، والابر بول بتاع الكدني واخد من المين رينال ارتري. واحنا ممكن نلاحظ هنا الاوستيوم بتاع الليفت رينال ارتري في نارونج في السي تي. You can obtain very high quality images by CT imaging. الام ار اي ده صوره دوبلر، ده منظر التامبيد ويف اللي موجود في الرينا دوبلر، ده هايلي سجستيف فور رينال ارتري ستروزس. اجي اعمل هنا الام ار اي ذيس ا فيري امبيرنت قلت مش كواليتي هير، وكان نو ذيس از ستروزس ات ذا ديستال بارت اوف ذا مين رينال الام ار. من الحاجات اللي بتنفعني او اللي انا بحب اعمله فيها اللي هو العيانين اللي هم ترانسبلانت. الصوره جميله قوي الصوره ايه ده؟ صوره حلوه قوي. الناس اللي هم بتوع الرينا ترانسبلانت بالذات دول الناس اللي انا بحب اعمل، حتى لو العيان يمكن يبقى مشكله او بتاع. يعني احنا يمكن عندنا ده ترند في المركز عندنا ان احنا ده روتين انفستيجيشن بتاعتهم للايفالويشن للبلاد فيزيت او للرينا بارينكما دلوقتي، ان احنا بنعمل ام ار انجلوجرافي، لان احنا ما بنحتاجش سي تي اوت خصوصا ده عيان يعتبر سيلوتري كيدني كريتيكال فيشن، فتس بيتر ان انت تعمل ام ار انجلوجرافي. ده برضه حاله كيدني ترانسبلانت، برضه منظر الدامبد ويف هنا اللي موجود في الدوبلر الترا ساوند. في لو ريزيستيف اندكس، فالعينين ترانسبلانت ما بتبقاش ريزيستيف اندكس ما بتبقاش عاليه فيهم قوي في حالات الرينال ارتروسكلوزس، وده ات ام ار انجيوغرافي وكان نورج كبير. There is a site of stenosis, في stenosis at the site of stenosis, وفي some sort of post-stenotic dilatation of the main renal artery. ده برضو another example for stenosis of the main renal artery of transplant kidney.
وده الديجيتال سبتراكشن انجيوغرافي بيفور انترفينشن، لان ده برضه احنا قلنا ما عندناش بنعمل الديجيتال سبتراكشن انجيوغرافي قبل الانترفينشن. ده الانترنال الياك ارتري والاند تو اند انستوموزس مع المينجرام ارتري، وده الانستوموزس ده السايت بتاع الانستوموزس ذا جرافت. طيب الانترفيرال ديجيتال سبتراكشن انجيوغرافي احنا قلنا ان احنا بنقول دلوقتي ده كاكاديميك جولد اوف يو فور دايجنوستس، احنا بنقول ده الجولد ستاندرد. يعني ستيل ده برضو لو انا العيان ده عايز اشخصه ده احنا كنا بنقول الجولد ستاندرد بتاعه الانترفيرال ديجيتال سبتراكشن انجيوغرافي، بس احنا ما عندناش بنعمله الا قبل الانترفينشن، ما عندناش بنحتاج نعمل انترفيرال ديجيتال سبتراكشن انجيوغرافي الا قبل الانترفينشن. بنعمل حاجه اسمها فلاش اورتوغرافي، بنقف القسطره بتاعت الفلاش جوه الاورطه وبنحط، فدي بتديني فرصه ان انا بشوف الفيزلز على الناحيتين لو في اكسسوارز مش بتبان او الاستروس بقدر اشوف مكان فاكسسوري موجود في المين رينال ارتري على اي سايد. فالفلاش اورتوغرافي اتس امبورتنت برضه، حتى لو انا كنت عامل سي تي او ام ار قبل ما اشتغل قبل ما اعمل انترفينشن تثبتر ان انا اعمل فلاش اورتوغرافي. دي بتبقى الدوز بتاعت الانجكتد انجين ما بتبقاش عاليه قوي، بس بتديني فكره عن كل الفيزيت بحيث ان انا برضو اكونفيرم الدايجنوزس بتاع الرينال ابريسنوزس. ده زي ما احنا قلنا ده انفيزيف ونو كومبليكيشن. من الحاجات الخطيره فيه اللي هو الكوليسترول امبولايز، يعني بالذات ان هو المين كوز بتاع الرينال ابريسنوزس بيبقى الاثيروسكلروزس خصوصا في العيانين الكبار. فالخوف وانت داخل بالقسطره ممكن يحصل ديتكشن برضه ان البليكس بتتحرك او بيحصل ليها ديتاشمنت وبتعمل امبوليك افكت بتخش جوه الانتر رينال فيزل وممكن تقفل انتر وان اوف ذا انتر رينال برانشز، وده من الريسك بتاع الانتر ارتيريا ديجيتال سبتراكشن انجيوغرافي او الاوديورنج انترفينشن. طبعا احنا قلنا الريسك بتاع الكونتراست ان انت بتحقن كميات كونتراست هو بتحقن برضه كمية حتى لو هي قليلة بس انت بتحقنها دايركت في الانترا رينال فيزل، فده بيخلي الريسك بتاع الكيدني انجري عالي، يعني ممكن يحصل اي كي ان او يحصل كونتراست نفروباسي. عشان كده العينين دول لازم نستخدم معاهم بلو اوزمولر كونتراست. ده اكزامبل لحاله فلاش اورتوغرافي. طبعا احنا شايفين انا واقف في القسطره جوه الاورطه وبحقن عشان اشوف، مانيش قادر اشوف المين الليفت مين الارت تقريبا مش باين، هنا في استنوزس في الرايت مين الارتري في الماركت الريجولاريتي على الونج الاورطه، ودي طبعا ده انديكيت ان هو ان في اسوسكلروتيك بليكس موجوده. طبعا مزايا السي دي ان انا قبل ما احقن سي دي انجيوغرافي بعمل سي دي من غير كونتراست، لو في كالسيفايد بليكس او اي حاجه فيها كالسيفيكيشن في الجول بتاع الاورطه بيبان احسن في السي دي، يمكن افضل من الام ار. ده بعد كده ده اللي احنا قلنا عليه فلاش اورتوغرافي، ده اللي هو السليكتيف رينال انجيوغرافي. هنا دخلت القسطره مكان السايت بتاع الاستنوزس تمهيدا ان انا هبدا اشتغل ان انا اوسع مكان الدايجنوزس مكان الاستنوزس، وان انا احط ستنت او مش هحط ستنت. ده سيلكتيف رينال انجيوغرافي، وده استنوزس عند الاوستيام بتاع الرايت رينال ارتري. ده نظر اكزامبل برضه سيلكتيف رينال انجيوغرافي، وانا اشوف ده بري هايلر ده ديفيجن ايرلي ديفيجن او ايرلي اكسسوري برانش من الارتري، ده الاسطره جوه من رينال ارتري، واقدر اشوف السايد بتاع الاستموزس هنا. دي انظر كيس، ده برضه انظر اكزامبل اوف فراش اورتوغرافي، العيان ده حاقن في الاورطه واقدر شايف هنا الميد رينال ارتري على الرايت از نورمال وفي استموزس على الليفت سايد. طيب خلاص انا دلوقتي العيان ده شخصته مورفولوجيكالي بالسي تي او بالام ار ان انا عندي العيان ده عنده رينال ارتري استموزس او نورمال رينال ارتري. طب عايز اعرف الرينال استنوز ده سيجنيفيكانت انف ان هو اللي عامل الهايبرتنشن، فممكن يكون حاجتين كوانسيدنت مع بعض، فانا عايز اعرف الهيموداينامكال ده سيجنيفيكانت ولا مش سيجنيفيكانت. دي نقطه مهمه ان انا فانكشن ايفالويشن لايه العيان اعمل له ايه بعد كده. فانا بعمل حاجه اسمها كابتوبريل رينوغرافي. كابتوبريل رينوغرافي ده بيقدر يحدد الفاسكولار الاستنوزس ده از هيموداينامكال سيجنيفيكانت ولا لا. احنا بنستخدم طبعا الكابتوبريل اللي هو الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور. احنا بنقول في حالات الرينال ارتر ستنوزس بيحصل ريدكشن للبرفيوجن بتاع الكدني اللي بيطلع الرينال ده اللي هو بيحول الانجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2 كونفرت الانجيوتنسين جين لانجيوتنسين 1 which is converting into انجيوتنسين 2 by the الاي سي اي اللي هو الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم. ده مثل ان احنا الانجيوتنسين 2 ده اللي هو بيعمل سبازوس بازم في البلاد فيزل، فده بيمنتين البلاد فلو جوه البلاد فيزل اندر هاي بريشر.
يعني ده من حكمه ربنا او من رحمه ربنا ان ده بيخلي فيه مينتيننج للبلد ان هو بيحاول اوفر كام الريزيستنس باسوس بازم اللي بيحصل ده بيحاول اوفر كام الريزيستنس اللي موجود. فانت لما بتدي له كابتوبريل انهيبيتور بتقلل الريزيستنس دي فبتقلل البلد فلو بتاع الكيدني. دي فكره الكابتوبريل رينوجرافي ان انت بتدي له كابتوبريل فالكيدني فانكشن بتديتيريوريت لو اديته كابتوبريل. لو عملت له رينوجرام عادي غير كابتوبريل بتلاقي الكيدني امبروف الكيدني فانكشن امبروف لان البلد فلو في العادي بيبقى مينتيند اندر الهاي بريشر اللي هو الموجود يو تو الفاسوس بازم اللي حصل من والفاسوس بازم بقى افرنت كل حاجه افرنت فبالتالي بيمتين الهيستوريك بريشر داخل الكيدني. لما بتعمل بروكن الانجيوتنسين كونفرت تو ده بالانجيوتنسين كونفرت من الهيستوريك بتشيل القصه دي فبالتالي افرنت يفتح يبقى دايليتد وانت عندك الافرنت في ارض الاستنوز مفيش دم بقى عندك الكفايه فيحصل كولابس الهيستوريك بريشر بالظبط. انت بتقلل فانت بتمتين تقلل البلاس بالظبط طبعا ما بنحقنش لازكس لان انا مش لازكس ده بنستخدمه في حالات الاوبستراكشن انا مش محتاج احسن احن لازكس بنستخدم الايزوتوب اللي انا بستخدمه اللي هو تكنيشيم والبيشنت بيفضل ان انا ما اديلوش اي انتي هايبرتنسيف تريتمنت قبلها 48 ساعه وقبلها بساعه بديله الكابتوبريل. This is an example of كابتوبريل رينوجرافي. This is ريفيو فورماتد ايمجز او السورس ايمجز ان انا اقدر اشوف فيه بيحصل فيه ريتنشن للكونتراست انسايد انسايد كيدني. دي الرايت كيدني المفروض ودي الليفت كيدني. في الرايت بنلاحظ ان في ستام ووش اوت لكن الليفت لو احنا لاحظنا الليفت كيدني واحنا ماشيين مفيش اي اكسكريشن او مفيش اي الدنسيتي بتاعتها سيئه او يمكن بتزيد فدي بتدي بيكشر للاي تي ان او الاوبستراكشن ان هو زي ما بيبقاش فيه ايفاكويشن للكونتراست بيبقى فيه لكن في النورمال كدني بيبدا يقل الدنسيتي بتاعت الكدني. لو لاحظنا هنا وهنا هنلاقيها قلت. طب لو لاحظنا بين الليفت هنلاقيها بين الليفت هتلاقيها زي ما تكون زادت لكن على الرايت بتكون الدنسيتي بين اول صوره هنا وهنا هنلاقي ان هي ديكريز لكن دي بتحس ان هي فبتدي البيكشر بتاعت الاي تي ان وده الكيرف بيبقى هنا مور اور ليس اوبستراكتد كيدني في الايزوتوب ده بالكابتوبريل رينوجرافي. لو عملنا بعد اسبوع بنعيد الايزوتوب بنلاقي الكيدني مور اور ليس الفانكشن بتاعتها اتحسنت علشان الافكت بتاع الانجيوتنسل اللي هو بيمنتين اللي بيعمل فاسوس بازم للبلاد فيزا زي ما الدكتور حسين قال. بس هنا في ريتنشن هنا في ريتنشن دي بتتحرك ده مع الكابتوبريل يعني عايزين ده اوت فلو ستراكشر مش كده ولا لا؟ اللي هو ده ريتنشن حضرتك البيكشر زي البيكشر بتاعت الاي تي ان او الريتنشن اوف كونتراست ان سايز بتبقى البيكشر بتاعتها مع الكابتو بريل رينو. طب هو واي شود معلش انا ادس لا لا مش واي شود كابتو بريل كوز ريتنشن اوف داي ده هو احنا ما نقدرش نقول ده اوبستراكشن اوف ريت ما نقدرش نقول ده لا هو في زي سم سورت اوف ريتنشن حضرتك ده بيسموه حتى البيكشر اوف اي تي ان حضرتك زي البيكشر اوف اي تي ان بتبقى مور اور ليس بالظبط في النوم ما بيحصلش الوش او بيحصل زي اصل الباترن ده شكله عامل زي بتاع بالظبط ما بقول حضرتك هي البيكشر بتبقى كده فهو ده بس احنا بنعتمد على الاثنين انت حضرتك لو البيكشر دي فضلت زي ما هي بعد كده ده خلاص مش فانكشنال مش سيجنفكت بس سيجنيفيكانت هيمو دايناميك سيجنيفيكانت لكن لو البيكشر حسنت من غير كابتو برين اتز هيمو دايناميك سيجنيفيكانت. طب هايل فاهمين يا شباب؟ طيب خلاص انا شخص العيان دلوقتي رينا ارتريس نوز خلاص انا خلصت دي اخر او فاضل سلايد واحده على اثنين يعني طبعا واضح ان البريك عامل مش كويس. ده فيت بريك بس يا بابا حاجات جديده يعني انا بحاول فيها عشان شميل ريحه العيان ان انا اعمل له حاجه اسمها الريباسكولاريزيشن. الريباسكولاريزيشن ده ان انا بفتح الجزء زي العيان اللي عنده كورونري ارتر سيستم ان انت بتعمل له باي باس بتعمل له ستنت بتعمل له نفس الفيديو فضل لحد السبعينات لحد سنه 78 كان العيان بيعمل سيرش ده القص والوصه ليعمل باي باس للارتر. من سنه 78 بدات فكره الكورونري دايلاتيشن يعني كورونري دايلاتيشن ده بدا السنه 78 بعد في التسعينات بداوا يحطوا الاستنتاج بداوا يستخدموا الاستنتاج في الكورونري ارتر عشان ما يحصلش ريسموزس تاني وخصوصا في العينين الاسيروسكلروتيك بالذات ان انت بتحط الاستنت. وبعد كده بقى في الالفينات بداوا يستخدموا حاجه اسمها امبوليك بروتكشن هو بيحط زي امبريلا جوه الرينال ارتري وهو بيشتغل بحيث ان هو لو حصل امبولاي من الاسيروسكلروزيس ما
بتشد تاني الامبريلا بتطلع معاها الحاجات اللي هي دخلت فما حصلش اوكلوجن للانترارينال ارتري. احنا قلنا طبعا الريفاسكولاريزيشن ده احنا قلنا ان هم العاديين ان هم هيبقوا كلينيكالي هيمودايناميكال سيجنيفيكانت وبيبقى عندهم برضو ساينز اوف هايبرتنشن اكسلريتد ريزيستنت هايبرتنشن مالجنانت هايبرتنشن واليونيلاترال كيدني او هايبرتنشن والانتروسكماش مستجيب للميديكيشن عينين الرينال بدا يدخل في رينال انفيرمنت او عينين بدا يحصل لهم كاردياك بروبلمز زي ما احنا قلنا في 78 اول ريبورت بدا يتكلم على الدايلاتيشن بتاع رينال ارتري ده ازاي الدايجرام بيوضح ده الكوليسترول الجليكسين الموجوده في الوول بتاع رينال ارتري ده البالون جوه الرينال ارتري السايد اوف السنوس بنفخ البالونه بحيث ان احنا دايلاتيشن رينال ارتري وده الاستندات اللي هي بتتحط زيها زي الكاردياك او نفس الفكره تقريبا اللي بتتحط على السايد اوف السنوسس وزي ما احنا قلنا هنا ده الفكره السيرجري كان بدا اول ما بداوا في الخمسينات وبعد كده بدانا بيربوتين استريتمنت اوف رينال ارتري سنوسس سنه 78 الاستنتاج بدات في التسعينات تستخدم بعد كده احنا قلنا البوليك برودكشن من الحاجات المهمه ان هو بيحط امبريلا جوه الرينال ارتري عشان يمنع البوليك افكت بتاعت ده اكزامبل حال الديجيتال سبتراكشن انجيوغرافي قبل ما نحط ستنت او نعمل دايلتيشن ده استنوزس هنا وده بعد الدايلتيشن وبعد ده الستنت بعد بتاع ده سيلكتيف انجيوغرافي واقدر اشوف من رينال ارتري والستنت دي حاله من الحالات يعني المعموله في بس كده. شكرا لك.